التطوير، التطوير ما قيل طيلة هذه الأمسية. أكيد أن التربية الدامجة مفهوم يعني الأطفال فضيتها الشاشة، الأطفال فضيتها الشاشة معروفين، والفئة الكبيرة فيهم هي الأطفال فضيت الإعاقة. كل ما أعطينا اهتمامنا للأطفال فضيت الإعاقة، كل ما يمكن لنا أن الباقي الفئات تبع الأطفال فضيت الإعاقة، مثلا المهاجرين ولا كذلك الأطفال اللي هم في المؤسسات الإصلاحية وكذلك الأطفال فضيات صعبة. هذه مسألة، مسألة أخرى. التربية الدامجة كنعنيو بها أن المؤسسة ماشي بالضروري يكون فيها الطفل فضية الإعاقة، المؤسسة اللي خص يكون فيها المشروع ديالها دامج، والإطار الإداري اللي كيشرف على ذاك المشروع يكون مكون، الأطر التربوية اللي هي كدرس تكون ضابطة، المشروع القسم الدامج عرفت تنزل المشروع البيداغوجي الفردي كذلك وعندها تكوين في هذه المسألة. وزارة التربية الوطنية كتشتغل الآن على إدراج المجزوءة ديال تكوين الأساس، الأطر الإدارية والأطر التربوية في مراكز مهنية ديال تكوين ديال الأساتذة، على أساس أنه في التكوين المهني المقبل غادي يدخل مجزوءة ديال الأطر الإدارية والأطر التربوية. هذا من جهة. من جهة ثانية كاين مسألة ديال تبادل المعلومات، راه كاين أمور اللي هي كطرا هنايا في الإقليم، شي ما عرفش كيطرا، خاص تقاسم، خاص إيصال المعلومة ما بين الجمعيات. كاين جمعية الطلبة التعليم كتقوم واحد العمل، عندها شراكة مع المديرية الإقليمية وعندها برنامج عمل، بينما جمعية أخرى ما عرفاش هذه المسألة هذه وما عرفاش كيفاش تدق الباب ديال المديرية الإقليمية. فالسيد المدير مشكور، خاصكم تاخذوا بيدو، لأنه شخص كتمسوا فيه أنه كيشتغل وباغي يشتغل في هذا المجال هذا، فيد المساعدة ضرورية في هذا المجال هذا، خصوصا بالنسبة للجمعية اللي كتشتغل على الصرع، لأنه هو مصنف عندنا من 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 أمراض المزمنة. أمراض المزمنة كاينين جمعيات كيتعاملوا مع الفئة داخل المؤسسات التعليمية، عندهم شراكات كيقوموا بتوعية، عملات توعوية وتحسيسية للأطر الإدارية والتربوية، كيداروا تكييفات كذلك الامتحانات ديالهم تكيفا الزمن المدرسي، لان بعد ساعات راه كيخرجوا من القسم، لكن كيضطر ان الاستاذ كيضطر المدير انه يوفر لهم داك الحصه اللي غابوا فيها. الامور هذه خاصه ضروري من يد المساعده، وكذلك مع باقي الجمعيات اللي عندها التوحد والمراكز معنا الجمعيه ديال التوحد كاينه في القسم الكبير. من 2017 مجموعه من التلاميذ عندهم اللي خصهم تما عدد قليل، ولكن خاص المواكبه ديالهم، خاص اننا ما يخاطروش المؤسسه، خصهم يبقاو في المؤسسه. علاش؟ لان حنا كاملين هنايا، راه الهدف الاسمى ديالنا هو ذاك الطفل، خصو يبقى داخل اسوار المؤسسه ونقدموا الدعم اللازم باش يبقى داخل.